احنا معانا الدكتور ايمن سلامه، استاذ القانون الدولي. دكتور ايمن، مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء النور استاذه ساره، اهلا بيكي. انا عايزه ابدا مع حضرتك من هذه المشاهد ويعني والمحاكمه اللي احنا كنا بنتابعها النهارده في محكمه العدل الدوليه، ودي يعني مش اول مره. ما الذي يترتب على هذه المحاكمه؟ يعني أنا طبعا بأقتبس من الجملة المهمة اللي حضرتك يعني قلتيها، إن هناك نوعين من المسؤولية، هناك نوعين من المحاكمات، المسؤولية الدولية للدولة للحكومة الإسرائيلية كدولة ككيان هي أمام هذه المحكمة في لاهاي، محكمة العدل الدولية، وإقرار هذه المسؤولية أو حتى تحريك الدعوة أمام العدل الدولية لا يعدم لا ينفي مقاضاه ايضا الاشخاص الاسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب اي جريمه دوليه، جرائم حرب، جرائم اباده جماعيه، جرائم ضد الانسانيه وهكذا. محكمه العدل الدوليه اليوم هي المره الثالثه، ثالث مره جنوب افريقيا بتتقدم لعداله المحكمه حتى تصدر اوامر الزاميه بان تقوم اسرائيل باتخاذ تدابير معينه. ولكن اليوم لماذا اليوم؟ بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية في رفح، المعقل الأخير للمدنيين الأبرياء العزل غير المشتركين في الصراع المسلح، وتفاقم هذه الأوضاع وتصريحات رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية الإغاثية وغير الحكومية، أفضى ذلك إلى أن تطلب جنوب أفريقيا اليوم من عدالة المحكمة للمرة الثالثة اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة ضد إسرائيل. ومعنى ذلك أن هذه التدابير إلزامية، كون أن إسرائيل لا تنفذ، كون القانون الدولي لا ينفذ، هذا لا يغل من يد العدالة الدولية، لا يفت من ازاي؟ احنا الحكاية دي ممكن تبقى محتاجة من حضرتك توضيح اكتر، علشان بس انا هقول التوضيح بلغة بسيطة جدا غير قانونية. القرار النهائي الذي لم يصدر بعد عن المحكمة العدل الدولية، وهذا القرار مرتقب متوقع ان إدانة اسرائيل لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولأول مرة المحكمة لن تتراجع فيه، فضلا عن اسرائيل لا تستطيع الطعن عليه سواء امام هذه المحكمة او اي محكمة اخرى في العالم. ومن ثم فالقضاء الدولي مسجل المحكمة والتاريخ الدولي يكتب ويستر بمداد أسود بأن إسرائيل في يوم ما ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، وهي جريمة الجرائم الدولية بحق مدنيين أبرياء عزل غير مشتركين في الصراع المسلح في قطاع غزة اعتبارا من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة. لذلك أستاذة سارة، إذا كان القانون الدولي والقضاء الدولي لا ينفذ وليس له وزن أو اعتبار، لماذا ذهبت إسرائيل 3 مرات من فورها وزحفت على بطونها إلى لاهاي؟ إذا كان القانون الدولي والقضاء الدولي غير هامين، لما كانت إسرائيل فزعت ومن فورها ذهبت إلى لاهاي؟ لأن عدم ذهابها أو غيابها عن المداولات والمحاكمات لا يوقف أو حتى يعطل المحاكمات. ودعيني أستاذة سارة أقول حاجة هي ليست سر، كل وسائل الإعلام تناقلتها أمس ليلا، أن إسرائيل طلبت من عدالة المحكمة أن ترجئ اليوم لأسابيع أو لأسبوع أو لأيام لاحقة، والعدل الدولية رفضت إرجاء جلسة اليوم. لذلك إسرائيل تخشى القضاء الدولي، تخشى القانون الدولي. طيب تخشى، لماذا تخشى القضاء الدولي وبالرغم من أنها مش بتلتزم بقراراته أو مش بتلتزم أصلا بأي يعني حديث على الساحة الدولية؟ كويس، لماذا فن؟ لأن يمكن إسرائيل أن تتحدث أن الأمم المتحدة غير محايدة وغير مستقلة وتتربص بإسرائيل، وهذه هي المظلمة والحكي الإسرائيلي منذ مايو 1948. ولكن إسرائيل لا تستطيع أن تشكك لا في عدالة ولا حيدة ولا نزاهة القضاء الدولي، لأن لم يحدث من قبل. فحين تنطق محكمة العدل الدولية بلاهاي بأوامر
ضد إسرائيل أو تنطق بحكم نهائي أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، هذا أمر مختلف تماما.